انا شنطه بس سيدي او قوي واحد يا شاء الله حاس براسك حاس صح. هي ساكنة شم حدانا شو شمسنا نيش تشوف مش نشوف ايش يقولك من جيب ايش ولدك شعر الدار مديش معاك ولا شي حاجة تدخل الدار شوفو سير مديش معاك ولا شي حاجة انا بدي عاد امي يمشي شي تشوح شوش نبغي ندي عاد خوشي عمو دابا طالع في 4 سنين طالع في 4 سنين صفات مزيان شكرا على الله. على بركة الله. إذن متابعي الكرام متابعين شبكة أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارة. الشاب كان متزوج يعني تم سنة كما تقول يعني تزوج على حب تزوج يعني ما كانش مشاكل يعني إلا يعني وقع بعض المشاكل اللي خلات الزوجة يعني ديري الولد ديالو الكبد ديالو شوف ما بقيت خدام ما بقيت عارفة راسي من رجلي وليت يعني كنفكر غير في الولد ديالي وحتى هي يعني اللي تزوجت بها بالضبط ما فهمتش يعني دارت هذا الشيء هذا وعلاش بالضبط انا نخلو هذا الشيء كامل من هذا الشاب يعني اللي تم دار تضرب واحد الحرقه يعني في المنزل المباشر تضرب واحد الحرقه اتصل بي يعني بعد يعني ساعات وتعطلت عليه مسكين وقال لي واخا غنصبر ونتسنى خويا يعني تنصور يعني بنص الصوت ندير الكوت المغاربه كذلك الناس المسؤولين يعني لا تمارا لا تمسنا لا الناس يعني الناس القضاء اليوم هذا الشاب كيرسل واحد الرساله يعني واحد الحرقه يعني كيما كنشوفو يعني كارث وكيخمم يعني الله يحسن يعني تيوك الوالدين يعني حتى تولدهم وتعرف يعني قيمتهم فعلا هذا الشاب اللي يعني عنده واحد النية تيبغي يشوف الولد ديالو الا يعني تحرموا الزوجة باش تشوف الابن ديالو. السلام عليكم خويا نتعب مباشرة في قناة شوف كيف قناة الشعب يعني بغيت تخوي قلب البوش ممكن تزوج شي وحدة كتبغيها شنو وقع عرفنا بنفسك و السلام عليكم معكم ايوب بصراوي من سكينة شمسنا. انا سيدي هاد السيدة هادي تجوج بها عن حب وقاش معايا صابرة معايا مرة حلوة السيدي كبر من زاد عندي وليد كبر شوية السيدة زاش حوايجها وبشاش ما عرفتش انا السبب باش بشاش انا دابا السيدة وقع لي واحد المشكل مع واحد خينا وقع لي واحد المشكل بشيش شديت مدة 4 شهور خرجت عيشة السيدة رفعت بشاش رفعت الدعوة طرقاش راسها براسها دابا السيدي احرماني مولدي احرماني مولدي مش بغيت تجيبو ليا واش نمشي نهبط على الشرطه اش يقولك سيري سيدي جيبي لنا واحد وامر المحكمه وشنو وشنو انا سيدي ما عنديش ما قد الحال ما خدام ما خدامش واش نصرف لهم وين الدار وشنو انا شن طالب المسؤولين يشعونوا معايا راه رحم الوالدين ولا شي واحد ما وقع داء ولا شي واحد يشعون معايا بهاد السيده هادي بقيت جيب لي ولدي قانونيا كيعطيني المحكمه عطيني النهار واحد واش تقول لك بغيتش تشوفوا داك الشعار الدار شوفوا ما تخرجوش معاك ما ديش معاك انا ولدي شنبغي نخرجو ونتصور معاه وشنبغي يشوفوني الناس مع وليدي وها وهاد السيدة ما فهمش والو انا والله ما فهمش انا السيدة ما فهمش كيفاش تمشي طرقاش راسها براسها وما سينيش على حتى شي ورقة وي غادي نعرف ما عرفتش شي السيدة كي دارت شي طرقاش راسها وانا ما في خباري شو ما جاتني حتى شي ورقة ولا شي السيدة عباش انا باش نطلب السيدي دابا باش محسنين يشعاونوا معايا ولا شي واحد يشعاون معايا الله يرحم الوالدين وقف معايا ويمشي معايا انا ما قاريش ما واصلش شي نيفو غادي نمشي ونجاهد السيدة ما حسيتش بحال راه حقراتني هي ووالديها الله يرحم الوالدين وراه معيش انا محروق دابا ما بقيتش نطلب حتى شي حاجة شنطلب بودي
نبقى نشوفو ونبقى نسالي مع السي راشد رحيم ونبقى انا ويشوفوني الناس بما مع والدي ونبقى نخرجو معايا العائشي وكذا. ارحم الوالدين وانا تشقهرش واحد الدرجة ما تصورش، راه تخرج بواحد الحياة عارف شي اب بصافي ما مبقايش نحسيش براسي شي جمعة غادي وش ندوي بوحدي. الله يرحم الوالدين في هاد النهار هذا، باش نطالب بالناس يوقفوا معايا وباش محامي وباش واحد يوقف معايا. الله يرحم الوالدين. واخا كيما قلتي قبل يعني في الكواليس، يعني انا بغيت نشوف هو بيا ولدي، ما بيا حتى شي حاجة، انا دابا ما بيا حتى شي حاجة، بيا غا ولدي نبقى نجيبو معايا. ما كيعطيني القانون هذيك من لحد 8 الصباح حتى الساعة العشية، نبقى نجيبو معايا نخرجو معايا وصافي. هادشي واش نطالب، انا بغيت بشيش هاد السيدة اش نعوض بها، اش نقول لها ربت الناس يابا رجعوا وكدا، وراني ما بقاتش بالدارج، وانا ريت واحد الانسان خور بسبب هاد المشكل وقع وشنو وشنو. السيدة صافي دابا بحال مبقاش تسوق ليا، مبروكي ليا النمرة، عندي نمرة شارة بروكاتني. شوف تي يعني تجوزنا على حب، ودابا مازال كنبغيها، مازال شنبغيها، مازال ماشي مش قلت لك شنبغيها، راه ماشي وهي عارفاني هادشي هذا. مشي نمشي عندها واش نقول لها، مشي نمشي عندها واش نقول لها، انت بنت الناس شنو شنو. يا بابا ارحم الوالدين ورجعوا كما كنا، تقول لك لا ود الناس هادشي هذا انساه. انا صافي ولدت شادوري تنشوف فيه راجلي، تنشوف فيه كلشي، خويا تنشوف فيه با، تنشوف فيه كلشي. واش السيدي خلات يعني يعني كنت مسؤول ملي رفعت بكا تاع هو ما بقاش بغات ترجع، وانت مازال يعني وقدرت هادشي كامل مازال كتبغيها. السيدي هادي السبب اخي، تتقول لك السيدي انت ما عمرك تبدا، ما عمرك دير بيا كنت بوحدي، يعني انا باغي نمشي باغي نخدم على راسي، انا شنو وانا شنو. ما كانتش راضي يعني بالسكنه مع الوالد، ما كانش راضي، ما بغى الولاد زاد الدوري كبر شويه. عرفاش فين تسكن، عرفاتني مع الوالده وشنو وشنو، عرفاتني مع مو يمشي وصافي. كبر الدري واحد شويه صافي، مشات السيده من دون سبب، ما دوا معها حتى شي واحد، ما حتى شي حاجه. مشيتيش يعني تشوف العائله، تمشي عند والدي، تمشي عند باه، تمشي عند مها، تقول لك سير منك يا سيدي، تقول لهم هما شددهم، تقول لهم ما بقايش باش بزو عليا، وغادي نهز والدي وغادي نخوه، ما تعرفوني فين مشيش صافي. يعني ما بقاوش يدوا معاها، تقول لهم انا ما بقاش نديهم معايا بحال هكا، ما بقاش تبزعوا عليا غنهز ولدي وما تعرفوني فين مشيش صافي. يعني ما بقاوش يدوا معاها، وعطاني ربي واحد الوليد على من الزينة شو والدي موفر ليا كلشي، تيقول لي هانتي الدار، هانتي شوف شغلك، شوف شنو ديري معاه، ما بغيتي هانتي سيري، ما بغيتيش داركم هاي، حنا ما نسمحوش في كبد الناس. وتمشي عند بواش يقول لي سير منك يا سيدي، تيقول لي سير المخزن شاش عرفوها، تمشي عند بوي ديالنا شما، تيقول لنا سير سيدي المحكمة جابينا واحد الورقة باش عاد نكرينا نعيطو عليها. مشيت واحد ندفع واحد الطلب كدا، درت واحد الطلب، مشيت للمحكمة، مشيت للمحكمة قالك خاص تخلص عليه واحد المبلغ شي 400 درهم. تخلص انا ما عنديش وما واش جاي. والله اخويا اش نقول لك، ربي يعاف، مقسم ولك بالله. وانا شوف بين الوالد 9 سنين دابا، وانا ما بقاش مقابل خوشي، وانا هو كبير وكبير والله، انا ما بقاش مع خوشي، وها وبقاش مع واحد السيد خدام معاه، وقال لي شوف ايوب وتزوج ايوب وكدا وجيب شبت الناس باش عاون امك، وها وصافي هادشي اللي درت. ودابا انا ما تنطالب حتى شي حاجه، تنطالب بشي واحد يوقف معايا، نبقى نجيب ولدي عدي و يعني كيما قلت يعني حتى الام مازال في الدار يعني كيسافر. مازال مع مو يمشي، مسكينه ما نشوفو ودابا الوالده مسكينه دابا شي طلع عليها الدم بسبب هادشي، كان شكون شي شنقول لك والله يا خويا راه خلي على الله وصافي. وما باش نحس براسي بحال دخل في واحد المرحله شارك شي اب مواجم غادي يب وحدي بعد ما راج، وش عندو واش نفكر في ولدي، شنو نقول اجي واحد النهار ما غاديش يبقى يعرفني، ودي راه ما غادي ينساني، راه واش يقول لي اش عم واحد شي صباني يقول لي شوف ايوب هو داك راه ما عمو ينساك، راه كبر راه يجي يجي، ولكن ما كبرش معايا ومبقاش يشوفني، راه ما عمو غادي يحس بيا. انا باش نطالب حتى شي حاجه دابا، باش نطالب الله يرحم الوالدين، دير هاد السيده نجي بيا وليدي نبقى نشوفو ونصير مع سي راشد رحيم الله يرحم الوالدين.
سوسي الاسم ديالك ايوب صراو. ايوب خويا ايوب، كنتمنى يعني الا كانت تشوف فينا يعني لا داعي ذكر الاسم ديالها، يعني تنتمنى يعني توجه واحد الميساج يعني تقول له يعني ايوب شنو واقع عليك ايوب، ولا ايوب ايوب ولا مريبات دارهم ويدس دارهم كما كيقولوا الكواليس ايوبيه، وكل ما ياكل على قبلها وعلى قبل كذلك الوليد. يعني انا سويت الكواليس ايوب، واش يعني انت مازال يعني قابل يعني باغا ترجع ليها؟ واش شي شي ناس تجي انا مازال يعني هي اللي ناضت رفع الدعوه بيا، وقع واحد المشكل وناضت رفع. شوف يعني هنا في الكاميرا وجد واحد الرساله كتشوف فيها ايوب. قول شوفي بنت الناس، انا الله يرحم الوالدين راني ندمش واحد الندمه ما تصورش. انتي بنت الناس كشي تسمعي الله يرحمك الوالدين، انا ما بغيتش يرجعي معايا، انا ما قلتش كنرجعك بالزز ولا شي حاجه، انا بقيت جبي هو ولدي، وانت ما بغيتيش تبقى تخرجي معايا معاه ولا شي حاجه، صيفطي ليا مع باك ولا مع شي واحد من العائله شي ونخرج ولدي معايا. هذا الشيء شان طالب وتسان شيء، انا ما بقاش نبغيك وشان موشة ما قدرش ما استغنيتش على كل شي حاجة، انا واخا وقع بشحال من مشكل انا ما بقاش نبغيك وراني ندمش. الله يرحم الوالدين. كنتمنى خو ايوب اليوم يعني عبر هذا المباشر عبر قناة شوف تيفي. والله شنو نتمنى اخويا. يعني كنتمنى يعني قلبي يحل يعني، وكما قلت لي يعني انا ما نزلتش بغا ترجع مرحبا، نتمنى ما رافضهاش ما بغاتش، الله يسهل عليك كما قلت لي ويعطيها محسن، ولكن تحن قلبها وتخليك تشوف ابن ديالك اللي هو يعني الكبد ديالك الدم ديالك، لانك كما قلت الشيخ ايوب ما عنديش ديك 400 درهم باش نخلص الكبد باش يسمحوا لي يعني باش نمشي قوي يعطوني تجي الموافقه باش تعطيني الابن ديالي. يعني ما عندكش يعني حتى 400 درهم وليتي اليوم يعني ايوب، كنتي خدام كنتي ايوب يعني كتجيب يعني طبق خبز، وليتي دابا حاليا كتفكر غير في الابن ديالك وكذلك في هذه الانسانه. انا كنتمنى من هذه الانسانه اللي كانت تشوفنا عبر هذا المباشر يعني تحن قلبها يعني تشوف يعني العشره هو المستقبل. كيفاش كانت العشره في الاولى؟ كانت بخير وكانت ما عادش شنو راضيه بيا باي طريقه كما كانت راضيه، ما كانت السيده كانت تبغيني واحد الدرجه ما تصورش. صافي بقينا ديك بقينا بخير تزاد الدري صافي، ولات تقول لك ها انا ما بقيتش باغا نسكن معاك في داركم، ما بغيتش انا ود الناس، ها انت سيدي ويا سكنت بوحدي وبس كي هي شي مشاكل مع العائله مع الدار. لا جا شي واحد كنعرفو هي زوج زوجيه. اه متفق معاك. شي يقول لك سيدي واش واحد النهار ما جيش بحال هكا، لقيتها هي الوالده ما عرفت شنو مناقشين على مع الشباب بحال هكا، شي ما عمرها شوش واحد خويا جا من الخدمه ما عمرها شوش لقيتهم مناقشين صافي بحال هكا باش دويش معاها، قلت لها مالكي وشنو شنو، قالت لك الوالده مشاعك اللي دارش، قالت تقول لي ها تبقاش غوش بيت السبب باش مشات المره الاولى، وباش مشيت بقيت تنعوط باش نقول شوف يا بنت الناس، تقول لك اه بنت الناس انا باغاك، ولكن انا باغا تكون جيب بوحدي راه الدار هي ما رجعش ليها، انا داركم هي ما رجعش ليها، طيب ما شنو دير انا داركم ما رجعش ليها. يعني لا ايوب سهل عليه الله ودار دويرم ديالو ترجع شي يعني الاساس ديالها يعني الاساس ديالها واش هي الدار او لا يعني عندها شي حاجه اخرى؟ ما فهم ما عرفتش ما عرفتش انا شنو السيد هذا الدار وسهر عليه الله ودار التوير واش غترجع؟ ما عرفتش اش تحش راسها وفاش تفكر، انا ما عرفتش هي يعني اش تقول لك دابا انا صافي ود الناس انا بشي ما طالبه منك حتى شي حاجه، ما متابعك في النفقه ما باغا مصروف حتى شي حاجه، تقول لك انا سيدي ما بغيتش منك حتى شي حاجه، انا باغا الثقه شويه كاين اخوش نشوف اخوش، ولكن وسط راه حرماني من ولدي شي، انا ما قلتش ليها صافي بنت الناس رضيتش دابا ماشي شمولك دابا مدتش جايه هكاك شي مدتش شي شهر جات شويه قلت انا وياها واحد النهار اه شويه قلت معاها يعني نخرجوا انا الشركه اه بغيت نخرجوا ويشوفوني الناس الجيران غادي معايا وليدي وصافي ونحس بواحد الاحساس متاع ابو وما بقاش نفكر ما بقاش السيدة ما تمشيش نعوض بها ماشي تعطينيش شي وقش، ومشيت وجبت الماشا واتصلت بها وباش عرفاتني بوكاشي ما مبقاش تجاوبني، شن تتصل بها وش نبغي نشرح لها زعما باش نقول لها الله يرحم الوالدين واجي تقول لا سيدي هي تسحبني نهز الدري ونخدمو ندير شي قرون شويه شي حاجه ما عادش مناش خايفه، وباش شي واحد تحرش عليها عليا ما عرفتش يشوف الابن ديالو المخزن كيف في البلاد، انا ماشي المخزن كاين في البلاد وانا ما درت شي حاجه ما شديتش حاجه شرعيه اه المخزن كاين في البلاد انا ماشي
ماشي هما ما جي غادي نمشي وغندير شي حاجه ما نخرج على راسي وغادي نخرج على مستقبلي بيه. انا شنفكر شحال من حاجه زوينه باغي نديرها وشحال من حاجه شنفكر فيها وما عرفنا شكون ما عرفنا من غدا شنو يوقع بينا. انا باغي نمشي بني حنا باغي نبني حياتي وهو دابا ما عرفتش شو ما عرفتش واحد القرارات السيده هادي ما عرفتش انا ماشي تعطيني الشوق باش ندوي معاها ابدا. ماشي نطالب كنتمنى يبقوا يعني باش تحن قلبه وتشوف مشارك يعني كيما قلت اه واش نطالب العشرة يعني تزوج شي بنت بحب ايوب يعني عرفات ايوب شكون هو شحال مدة دوزتو ايوب باش بحال السؤال مدة جاية هكاك هي معايا في الدار باش تشاكيش معاها باش جبتها لدارنا مدة جاية دابا طالع بخمس سنين خمس سنين ديال كان زوينة ما خاصنا تشخير السيدة ضحكة لعبة مع خوتي مع الوالدة ما خاصها حتى شي خير مرة شنخدم مرة ما شنخدمش الوالدة شي هي شتعاوني من جهة خويا شتعاوني من جهة ما خاصني حتى شي حاجة وصافي يا سيدي هي هاديك شا واحد النهار شنتفاجئ زاد شي حوايج وبشاش تقولك سيدي انا مبقيتش باغاك انا ما عمك تشجمع راسك ما عمك ها ما عمك دير سكون شي بوحدي و تنقول بنت الناس انا ما قاريش وغادي عندي شي وظيفه غنجيب منها واحد الصايه شهريا و اما واش نخدم ما ماشي نخدمش هي دابا الوالد يوم تشي وفور ياكل شي يقول لها شوفي امك كانت تعاوننا كانت تعطينا كانت تعطيها وتدي وشحال من حاجه عاوناتنا فيها وشحال من حاجه ودابا ما فهمتش والو نمشي نطالب شي مسؤول ولا شي محامي يدير معايا زوين يوقف معايا نخرج هذيك هو الامر المحكمه نمشي باش ندير البوليس اه باش نبقى نشوفو ها الله يرحم الوالدين في هاد الليله هادي ما هو دعوة شر هادي الله يرحم الوالدين بالنسبه للطلاق اي برادك طلاق ما رضيتش ما تخرجش والله باش نفكر باش نفكر في هاد الشيء بحال باش نقول لك ربي يعافيك يعني قلت لي بانك دخلت مع الجلسه الاولى كيفاش كان رد فعل ديالك انت غير تحضر الجلسه الاولى قال لي شي دخلنا عند الاستاذه قال لي شوف يا السيد باقي شي يبغيك وشنو راندم و تقولي من لا تقولي من لا صافي الجلسه الثانيه هي هذيك باش دخلت انا وياها تقولي انا ما باغي من نواب واش بغينا خوت نشفار اخوش هي هذيك حضرنا شي حدا راسي خرجنا داو معنا الجلسه الثالثه الجلسه الثالثه هي باش خطا عليا داك المشكل مشيش باش خرجت من السجن لقيت السيد راه طاب قاش راسها ما جاتني حتى شي استدعاء ما حتى شي حاجه ما سينيش على حتى شي وثيقه باش بلا انا راضي على الطلاق ولا شي حاجه ما سينيتش انا بغي تنطلب شي محامي ولا شي واحد يوقف معايا و الله يرحم الوالدين في هذا هو شو هادي السلام عليكم بالنسبه نجاوب واحد شويه الكومونتير خويا ميدو بالنسبه للنمره خويا ديال كازا كازا دخل جريده تشوف تي في غادي تلقى النمره خويا واتصل بهم راه يعني غيجاوبوا بالنسبه للاخت يعني اللي قالت لك ضروري ترجع للشمال على قبل ولدك رجع مرتك فعلا اختي هو ماشي قال لك باغي نرجعها باغي نرجعها ولكن هاد السيده ماشي تقول لك انت مع عمك دير مع عمك والله ما حاسينش بلا تدخلش مع الحوايج شي اب واحد قوي ربي يعاون بيا انا بيا وليدي ما غنبقاش شي حاجه خمسه وليدي ما ينساني ولا شي حاجه انا ما بقيتش نطلب حتى شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم تبع كي راه مفرش يعني كنا يعني الشاب اللي تزوج بحب يعني بواحد الشابه يعني بغات هو يعني وخداتني كنت مبري وها وكانش عارفاني مبري وها وصافي وتبداش وبقيتش ما تجيبوهاش انا تبداش وصافي انت عارف السيدة باش مشات شو بيت تنفكر مش عايش نحس كم تجيب عند مواقع هوية من العين مش نعيش في راسي تجيب اذا كنتمنى ولو يعني كتشوف بين عبر هذا المباشر يعني باش تحن قلبه لان كما تقول الشاب اللي يعني تزوج بحب يعني تزوج بحب ولو ما يكونش يعني حب الا وكتنجب واحد وليدات يعني انسان يعني على قبل هذاك الوليد يحاول يعني اليوم على قناته يعني يحاول يجمع الشمل بينك وبين الزوج بداك اليوم الزوج بداك يعني
امام قناه الشيخ ديب يعني بوجه مكشوف تيقول لك راني مازال كنبغيه عندي مستحيل عندي اي حاجه نخدم ليه ولا تعود يعني ايوب اخر تسمع الكلام ديالك يعني يا اخويا ندير اي حاجه اي حاجه بغيت ندير بوجه بوجه الله يرحم الوالدين في هذا النار هذا وادعو واش هذا توصل عليا العيد واش توصل رمضان واش توصل شحال من حاجه والله الا شن توصل عليا رمضان يفاش هو ما كذب عليك واش توصل وقعت في طوش الناس راسي وما جافطاش في الدار واش نشوف راسي ولدي بعيد عليا وكنت في واحد عيشه زوينه بيني وبين مرجي وبين اللي رونا مشات عليا ايوب ما تبكيش كي الله يعني هو ما شبغيش انا فهمتش انا ما شيبكيوش ولكن اخويا باش نقول لك واحد الحوقه فيا ربي العالم يعني مجموع الرجال صعيبه ايوب يعني ملي يبكي يبكي اليوم الراجل يعني كنحس براسو تحقر الله يبعد على التحقر ما حسيتش بالحقره والله اخويا ما حسيتش بالحقره اقسم لك بالله كما تنقولوا دموع الراجل يعني غاليه وملي كيبكي الراجل الا تكون وصفه الى الزوبه الا يعني تكون القلب يعني تحطم اليوم يعني مروان كيوجهك واحد الرساله تقول لك عافاك ما رجع للدار على قبل الكليه اليوم من اليوم تشوف عافاك رجع للدار على قبل الكليه يعني نبنيو حياه جديده يعني رغم يعني المشاكل يعني اللي قايسين مع الدار اللي نحاولوا نبدلوا الحياه حتى هو ما كان رجعك نديروا دار ندمش ندمش انا ندمش على شحال من حاجه خايبه ندمش على شحال من حاجه وندمش بزاف واحد الندم ما نشوف انا الناس دابا غادي شي واحد ما وليدو يبقى فيا الحال بزاف ما شنو تنحس واحد الاحساس غريب غادي يحس بيا بمجرم ما باش نشوف شي واحد غادي هو وليدو يلعب معاه وكذا تم نشوف ونفكر واخويا ربي يعلم وحق الله اليوم يعني قالت لك يعني كبير اللي قالت لك رجع الشمال على خاطر ولدك رجع مرتك يعني فعلا قلنا لا احنا انت مازال المراه ديالك باقي بغات ترجع ولكن الظروف يعني هي اللي ما بغاتش والظروف خلات يعني تهرب منك قالت خويا خاصك تجمع الناس وباش تمشي عندها باش ترجع ليك الولد يعني كما قلت انت يعني كتشو عندي يعني ولا تسددكم كنت لكم انا غنخبر اخويا نزبو ديما تقول ما تقول ما انا بقى شويه باغي نزبو ديما ما تعرفوني فين مشيش وصافي هذيك والدي خافوا ما بقاو شي بالزعوبه ولا شي حاجه ديش واحد العم مشى ومشيت معاه وعاوطاش بها وقال شي دخلونا رحبوا بينا وقال شي يكون خير دازت واحد المده شي يومين تندوي معاه تقول لي شوف انا ما قلتش هذيك الهضره قدام هذيك المراه انا راه نسى الهضره نسى تقول لك ما رجعش معاك تقول بها علاش وكذا تنقول بها واش تشوضي براسك تشوفي راسك مطوقة وعائي وشيك قدام عائي وشيك وشنو وشنو تقول لك انا سيدي ولدي تنشوف فيه كل شيء انا تنشوف فيه بابا تنشوف فيه خويا تنشوف فيه راجلي تنشوف فيه كل شيء وعطاني ربي واحد وليد زوين باش نقول لك انا دابا ما تنطالب شي حاجه تطالب بشي واحد يوقف معايا هو بعد واش ضروري هي مرة كتبغي يعني الراجل يعني الاب يعني اللي غيكبها تقول يعني تبديل نديرو تقول الاب ديالك راه انا السبب يعني في الطلاق او لا الاب ديالك ما كاينش ولا يعني تي تبغي يعني ضروري يعني الاب يكبر حدا الابن ديال الابن يعني كتمنى منه يعني تراجع شويه لان باقا صغير في العمر واقيلا عندها شي 24 شي 24 في السنة ديالها 24 24 نعم كنتمنى يعني علاش لا يعني بقلبها راشد يعني كنتمنى يعني علاش بقلبها اليوم تحل العواشر هذه كما قلتي شحال من عيد كتبقى تدوز بعيد الا يعني كتلقى ولدك بعيد عليك كتلقى يعني حتى الزوج اللي انت يعني ولو يعني كتقولو كتقول لي بواحد شويه يعني ما كرهتيش تكون حدا وتقول له يعني راه كنبغيك يعني ما تعطينيش وقت ابدا ما تعطينيش وقت ما تعطينيش وقت ابدا السيده ما تعطينيش وقت ودابا مخدمه جنوامه عندي النماري عندي انا شنو تتصل بيا بيا بوكاشا مديرها غير في واتساب بواتساب ما تندخل بحال هكا تندخل عندي واتساب تدخل تلقى ما تدخلش قليل فاش تدخل يعني كنتمنى لاخو مالا الصراحه طلع يعني قصه مؤلمه يعني تنقولوا
شحال من المراه ما لقاتش الراجل وشحال من الراجل ما لقاتش. ودابا حسيت بحق راه تقول دابا شنو هو انا تشوف في الوريد وكذا وعافاتني ودرويش درويش ديالي وعافاني ما قالتش غادي نطلع ونهبط فما حكي معاه فما ما استطاعشيش بحال حسيت بحق اقسم لك بالله اخويا راه شنقول لك الحاله الماديه دابا كيفاش داير العائله هما والديا ماشي 170 مره ساكنين في الباديه بحال هكا دي سامي مرة شوية ما موفر لي كل شيء وعطاني ربي واحد وليد زوين يعني وعزيز عليهم واحد درجة ما تصورش انا كنقوم عندي الوليد ما غادي يوقف معايا وغادي وانا الوالدة مسكينة كبيرة شوية اما شي تعرفش مسكينة ما من هذوك الناس قدام ما مش عارفش مسكينة شي تقول كان نزيدك الخير ابو ولدي انا نمشي معاك وندير 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 ولكن مش نمشي وما شاطوناش وقت ابدا لا خويا باش نطوم اختي كبيره واحد الاخت يعني صراحه الله مسكينه بقيتي فيها وما صحيح قالت لكم هي اللي قالت لي انا خصك ترجع عاودك اختي ما كرهتش ما كرهتش اخو ما بغاتش انت يعني درتي جميع الحلول قالت لي خويا يعني علاش انت ما تقدرش انت تدخل الخيط تدخل الخيط ابيض وتشوف يعني يعني القصه ديالهم علاش لا علاش لا يعني نشوفوا فعلا الا بغات هاد الشابه تصل يعني بقناه شوف تي في وتعطيها حتى هي حق الرد يعني السبب يعني علاش يعني رفضاتك والسبب علاش الله يرحم الوالدين اييه يعني علاش لا يعني تحترم قداش تخرج اييه بوجه مكشوف اييه ماشي مشكل معاها وشوفوا يعني الا كاين يعني فعلا يعني شي حل اللي يرضيك انت ويرضيها حتى هي يعني ماشي بالضروره غنضغطوا عليها ولا شوف شنو هو السبب يعني اللي العلم لله يعني تيبقى بيناتكم يعني شنو اللي خلاها يعني تاخذ ولد ديالها وتخليك يعني انت يعني بلا الابن ديالها بلا هي يعني انت مازال كتقول لي انني كنبغيها ومازال باغا نرجع العلاقه يعني الحب هي اللي تزوجت بها يعني تزوجنا على حب ما بغيناش نهرسوا ديك العلاقه ديال الحب احنا يعني حنا عيد الاضحى يعني تدوسي بعض الاعياد العيد الاضحى مين فيه دوزت ولدي ما معايش ما كاع ما كانش معايا كان هذاك العيد والله ما نكذب عليك اخويا انا جاي حدا راسي ناكل ما نجي ناكل يا جماعه ما نكذب عليك ما بقاش عندي هذاك الطعم تاع هذيك تاع الحلاوه واش وكذا صافي مش نخرج صافي تمشي امريا مع الدراري نبغي نسي والله ما نكذب عليك اخويا ربي يعافيهم وحق الله شحال دابا كنت العمر ديال دابا طالع في ربع سنين ربع سنين يعني عندي باقي عندي حال مدنية تقول يجي بها هي تنقول انا ما حرمش ولدي من الدراسة ولا شي حاجة هاي الصورة ديالو يعني دايرة في التليفون في يعني الشاشة الخلفية يعني كنتمنى من هذا يعني الشابة يعني اللي كانت تشوف فينا اليوم على القناة تشوف يعني كما كتشوف يعني الزوج ديالك اللي خارج بوجه مكشوف يعني امام الجميع انا ما مسواش بيا الدرجة يعني تقول لك عافاك يعني دابا كيكبر اخويا هو كبر شوف دابا مشى داشو صغيوة قدو باش مشى معاك قدوك صغيوة داشو قدوك باش داشو ودابا راه كبر وما نكذب عليك ما بقاش يعرفني وما بقاش وليدي وي ان شاء خير ما شنقول لك هاي الصوره ديالك الله يخليك يا ربي وكنت من على قناه شفتي في قناه الشعب في اليوم علاش لا اللي يعني ترجع المياه المجاريات ترجع للزوجه ديالك وكذلك الابن اللي تقول وليدي يعني كتقوله بواحد يعني وليدي يعني من القلب بزاف بيعلم بيا واحد انا السيده شنقول ما بقاش باغاني انا ما رضيتش صافي ما بقاش سيري بنت الناس انا ماشي شنقول بزز عليك باش راجع عندي ولا شي حاجه انا مشيت انا باغي نمشي نتزوج وندير مستقبلي وشحال من حاجه زوينه ما بغيتش مأمر راسي ولكن ولدي ما ينسانيش بقا تجيبو ليا صافي ما تجيش ما تخرجيش معايا صيفط عليا مع خوك ولا مع بواك ولا مع امك ولا شي حاجه ما تجيبيش هي بصير يعني كطلب يعني اب كيطلب ماشي نطلب صراحه طلعتي نفس لان يعني وثيقه ب 400 درهم اللي خلاتك تعجز يعني باش تمشي تدفع المحكمه باش تشوف الابن ديالك شنجمع اختي كبيره مسكينه مقبله فعلا معنا يعني فعلا معك في الضيف يعني مسكينه واحد الانسان قالت لك نقدر شكرا اخويا نقدر اخويا دوي معاه الى عطاتني نمراتها
اختير الرقم ديال الهاتف ديالو، قراه وحنا وضعناه، يمكن لك يعني اتصلي به ويعطيك الرقم ديالها. وفعلا اختي يعني احنا عارفين هذوما المغاربه، الناس مغاربه يعني القلب الكبير اللي كيبغيو يديروا الخير، يعني اي حاجه يعني كنشوفوا عده حالات انسانيه اللي كيتعاطفوا مع المغاربه، تنقول لهم شكرا لكم. يعني هذه القناه شفتي دي قناه الشعب اللي فعلا قدات يعني الحمد لله، يعني شحال من واحد ما عندوش تعاونوا مع المغاربه، شحال من واحد عنده مشاكل تعاونوا مع المغاربه، يعني هذو هما المغاربه اللي تنعرفوا حنا. شكرا لك على شيء كبير بزاف والله، يعني هذو هما المغاربه اللي يعني تنعرفوهم يعني كيبغيو الخير والخير خوتو. الرقم ديالو راهو فين يعني؟ راه وضعناه يعني في التعليق في اول يعني كومونتير. يعني كنتمنى اتصلي بيه اختي ويعطيك الرقم الهاتف ديالها. وكانت شي حاجه يعني بغات يعني حتى مني انا باش نمشي نعطيها حق الرد، مرحبا علاش لا، نعطيها حق الرد وتقول شنو السبب اللي خلات يعني هاد الاب يتحرم من الابن ديالو. اليوم كيبكي بالدموع تقول له عافاك، يعني ولو غير ساعتين غير ساعه نشوف الابن ديالي يعني كيضرب واحد الحرقه مسكين الدموع بعيني، يعني تقول لي يعني خويا نتصور معاه، خويا انا بايوبيدي وخويا نتصور معاه ولدي قدام جيراني ويشوفوني الاصدقاء ديالي مع ولدي ويشوفوني الناس. اذا متابعي الكرام، يعني صراحة قصة لي يعني غير يعني يعني هي مغربي يعني اللي غي يبكي مع هذا الشاب لانه كيقول بغيت يعني الطلب ديالي هو نشوف ولدي، نشوف الكبد ديالي. اذا كنتمنى من خوتي المغاربه يعني علاش لا تعاطفوا مع هذا الشاب اللي يعني كيقول لكم انا محتاج المساعده ديالكم، يعني تدخلوا يعني توسطوا يعني تنتمنى من العائله اللي كانت تشوفنا او هي كانت تشوفنا. عافاك اختي، الا ما شوفي الزوج حال الزوج اللي مخا لا لا ما تقدرش نقدرش انك اقسم لك بالله اش ندير ضغمه بامي نشرب الماء ولا كاس شاي صافي كم افكر تنقول ولدي. تنتمنى منا خويا علاش اليوم تشوف هذا المباشر وتحل قلبها وتنقولوا يعني الله خويا وعلاش لا حتى ما بغاتش يعني رضاتك انت تخلي لك الولد ديالك تجيبو يا حتى ما بغاش تخرج معايا تجيبو عندي تصيفطوا ليا مع بو عشان طابع مع بو اخوها وشي واحد يجيبو ليا ريحه انا وياه وصافي شو صار هذيك العشيه وشو صار وقيشة طيبين وتبقى سيرات رحم وغادي بحال هكا ما عرفنا من غدا شنو يوقع الانسان ما شاف من غدا شنو يوقع لك. انا ما خافش من وليدي انساني ويكبر تقول لي يا خويا تحرقني انا خويا تنقول لك ربي العام انا راه صافي انا كتحرقني معاك انا ما وصلتش واحد الدرجه صافي ما بقيتش صابر كاع تم اشد في قلبي اخويا انا ما بقيتش والله. اذا متابعي الكرام صراحه الله يعني لايف يبكي لايف يعني محزن، يعني كنتمنى من هذا الزوج يعني باش تحن قلب يعني كما كنشوفوا جميع المغاربه اللي كي كومونتيو يعني كيتفاعلوا معك. شكرا لاي واحد يعني تيكتب كومونتي وكيتفاعل معك. خويا نجم الشهر الله يسلمك اسم حرام عليها يا رب تسمع الشمل اختي. شكرا لك صراحه الله والله لواحد الاخت مسكينه وما جميع الاخوان اللي صراحه الله يعني تيتفاعلوا معك. كنتمنى يعني باش تحن قلبها اليوم وتشوفك يعني شوفهم ديال الرحمه كما قلت لها الا ما كانت بقات باغياك باغياك من شي اسباب تخلي لك ولدك اللي هو يعني من حقك. نتمنى يعني باش تخدموا المباشر اخويا وجه لي واحد الرساله يعني الله عبد الخو رشيد الله يسهل عليك يا رشيد. يعني كنتمنى يعني كنتمنى يعني باش تحن قلبك وجه لي واحد الرساله باش تخدموا المباشر. وكنتمنى من كل المغاربه يعني اللي بغى يتعاطف مع الشاب الرقم ديالو راه وضعناه علاش يعني دخل بشي خيط ابيض لانه هو تيقول لك ما بغيتش نطلق انا باقي بغي نرجع الشمل خويا. اما شنطاب من هاد السيده هادي السيده شنطاب منها هذا كان شي تشوف ارحم والدي نشوف يا بنت الناس عندي راه ما بقاش باغاني انا ما مشيت قلت نقول لك راجع عاد معايا بزز دير يا بو جار هو ذاك وليد اجي بيه ليا وشو صابع واش بقى اجي بيه ليا ونشوفو واني ما تخافش واحد الحاجه شي شيء ابو حق الله ما بقاش باغي حتى شي حاجه من الدنيا واش باغي وليدي ما بقاش باغي حتى شي حاجه واش انا باغي شحال من حاجه تفكر فيها زوينه وحق الله واش نطلب منك بنت الناس راكي تشوفي حني دير يا ابو جاد هذاك وليد مسكين حتى هو يكبر يعرف الاب ديالو يكبر وصف الاب ديالو والاسره ديالي هادشي باش نطالب قالو تيقلب يعني باش يرجع الشمل
إذا متابع كرام، والله إلا صراحة الله يعني يعجز الكلام اللسان على الكلام في هذه اللحظات، يعني والله يعني تنتمنى يعني من هاد يعني السيدة يعني باش تحن بقلبها وتشوف هذا الشاب اللي يعني كيبكي بالدموع، يعني دموع الرجال غالية، دموع الرجال يعني الراجل ملي كيبكي إلا تنقول وصل الصيف إلى الزبالة. اليوم يعني كما كتشوفوا يعني بحرقة كيبكي وكيقول لها يعني عافاك يعني ما رجعي يعني باش نرجع الشمل كما هو ويرجع الوليد لينا، لان تيقول بغيت نشوف وليدي. اذا متابعي الكرام، كنا معكم من مدينه تماره يعني مع الشاب اللي يعني كيضرب حرقه، يعني اللي وقعوا مشاكل عائليه اللي خلات الزوجه يعني باش تهز الحوايج ديالها وتخرج من الدار. كذلك ناط رفعات بدعوه يعني بدون العلم ديالو، يعني حتى تيلقى راسو في يعني في المحكمه بان رفع بدعوه من ديال الطلاق. تيقول انا ما بغيتش نطلقها، انا حاولت يعني صيفط لها العائله ديالي، صيفط لها الاهل ديالي يعني باش نرجع الشمل، ولكن رفضات. يعني الاسباب يعني هو راه يعني قال لكم يعني الاسباب علاش مشاكل عائليه. صافي باش يجي هاد الناس، انا ما استطعتش باش غادي نمشي نكري وغادي ندير شي سكنه وخلي ما ايام باش كل سيدي. صافي باش بقاش رافع الدعوه، يعني صافي بغيت تقول لك ما بقاش باغي نسكن شي بوحدي، مشيت قلت لها نمشي نكري باش كل. انا ما نمشيش نتكافس في الكرا ونكافس ولدي. بنت الناس الا كنتي كتشوفينا عبر قناه شوف تي في قناه الشعب، تنتمنى يعني باش تحني بقلبك، لان غنقول لك ونعاود نقول لك يعني شحال راجل تيقلب على مراه وشحال مراه كتقلب على راجل. فعلا يعني شحال من واحد يعني كيقلب على مراه صالحه ما كيلقاهاش، وشحال من راجل شحال من مراه كتقلب على راجل صالح ما كتلقاهاش. اليوم هذا الزوج اللي كيضرب بحرقه يعني اللي كيضرب بالدموع تيقول لك عافاك، يعني الا ما بغيتيش ترجعي انا مازال كنبغيك، انا مازال بغيتك ترجعي للدار. ما في استطاعتيش انا ندير دويره، ولكن يعني ما عرفنا الله شنو مكتب لينا، الله شنو مقسم لينا. انا يعني حتى انا عندي الحلم ندير دويره، علاش لا ما نديرش دويره، ولكن الله غالب. انا اليوم يعني وليت مرمي الشارع، ما بقيتش يعني عارف راسي من رجليا، ما بقيتش ناكل بعافيت يعني في صحتي. ما بقيتش ناكل باش نحس براسي بحال غادي تنتدعق وحق الله اخويا. يعني والله الا واحد السيده اللي قالت لك راك بكيتيني معاك اخويا بزاف وكنتمنى يعني الشمل يرجع، حنا كذلك اختي حنا يعني بدورنا الا ما صورنا معاه الا وبغينا يعني الشمل يرجع، علاش لا؟ يعني ما كرهناش من المغاربه يعني باش تحاولوا تساعدوا هذا الشاب هذا، اتصلوا به الا كاين شي مساعده يعني. شي محامي يمشي يوقف معاه. رسالة المحامين فعلا يعني شي محامي يعني يوقف معاه ويعاونه، يعني علاش لا؟ يعني قال لك بان 400 درهم ديال يعني باش ندفع للمحكمه باش ندير يعني يخرجوا يبقى نشوفوا اللي ما عنديش. اذا اليوم هو كاين ناس يعني الناس يعني الناس المحامين وكذاك الناس القضاء تيقول ما بغيتش نطلق، بغيت الزوجه ديالي ترجع. يعني كيف كتشوف المتابع الكرام يعني كيبكي بالدموع، يعني حشوم وعيب وعايعين نشوفوا الراجل، يعني دموع الرجال غاليه الا هو كنشوفوا هذا الراجل اللي كيبكي على الزوجه ديالو. يعني صراحه الله يعني كنتمنى منها باش تحن بقلبها. الا كانت كتشوف فينا عبر هذا المباشر تنقول لها عافاك اختي، يعني رجعي الزوج ديالك، يعني راه ما تلقايش شي زوج يعني غيبكي عليك بحال هكا وغيخرج بوجه مكشوف تيقول لك يعني راني كنبغيك وبغيت وليدي. اليوم هو يعني عبر قناه شوف تي في كيوجه لك رساله تيقول لك عافاك، يعني نساي كاع اللي فات، نساي الماضي ورجعي نبني حياه جديده. خويا مروان يعني بغيتي تبني معاه حياه جديده فعلا؟ ايوب خويا عفوا، بغيتي تبني معاه حياه جديده؟ نتبدلش وندمش على شحال من حاجه وشحال من حاجه اخويا، وانا تنقول لها صافي بنت الناس ما كنتيش باش راجع معايا انا، داكشي اللي تشوفي فيا انا اجي بيا ولدي الله يرحم الوالدين، اجي بيا ولدي بحال هكا مره ب 15 يوم بعد مره في الشهر وما عنديش مشكل، بعد نحس به ويحس بيا ويشوفني ونكبر في عيني ونكبر قدامي. والله اخويا واش نقول لك قداش صغير شويه دابا راه كبر وما بقاش واقع باش يعرفني كاع.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا متابعي الكرام كما سمعتوا قصة مؤثرة، قصة يعني الشاب اللي كيبغي شابة وناضت يعني رفعات به دعوة الطلاق وهو ما بغاش يطلق، هو تيقول لك يعني إلا ما بغاتش ترجع بغيت ولدي لحرماتني حتى من ولدي اللي كما تسمعوا يعني تيقول لك وليدي، يعني تيقولها مسكين تيقولها من الداخل ديال القلب ديالو الداخل ديال الذات، يقول لي وليدي يعني تيقول لك عافاك أختي إلا ما بغيتينيش إلا ما بغيتيش يعني نكملوا العلاقة خليني نشوف ولدي. يعني هذا هو المطلب ديال ايوب، ياك ايوب حتى ما بغاتكش يعني تخليك تشوف ولدك. تشوف وليدي وانا ما ندير حتى شي حاجه خايبه ما مخزن كيف البلاد، وانا نمشي ما بغيتش نعذب معايا ونكفص معايا ونطيح في شي مشكل، انا باقي الحمد لله ما بغيتش نخدم ما بغيتش نخدمش ما خاصني حتى شي خايب وكان شارب وما جاي دابا شي 15 يوم وما بغيتش نبقى نشرب الكافي هو خويا بي ولا ناكل ما بقاش ناكل هو بي باش نتصلش بكم اخويا ونبغي نعاود عزتكم وكان شي محامي وشي واحد يوقف معايا الله يرحم الوالدين كدعوه شنو دير لي. فعلا كنتمناو يعني باش الناس يتفاعلوا معاك، الناس باش يبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل ليها ويوصل يعني شي محامي علاش اللي يوقف معاك، لان كنشوفوا الاخت يعني كبيره قالت لك خويا انا يلاه ولدت دابا شهر والله الا تبكيتي انا حرام عليا ربي تجمع الشمل ويشوف ولده. فعلا يعني ابوه يعني صعيبه يعني الانسان يعني احنا يعني من الانسان تيكون صغير من الانسان ملي تيكون صغير يعني ما تكونش هو تقول لي والدي يعني ودابا تكبر وتحس بهم. هذا كلام صحيح ايوب ولا اخو دابا باش نشوف شي واحد غادي مع والده والله يجي يبقى بيا حاف بحق الله باش نبقى مسافي باش نبقى نفكر بوحدي مسافي بحال شي ما دوا. اذا متابعي الكرام ما بقى نقول لكم دمتم في رعايه الله، كنا معكم من مدينه تماره الشاب اللي يعني صراحه الله كما سمعت القصه اللي يعني قصه يعني تبنات على الحب يعني حتى انتهت يعني يعني انتهت يعني كارثه وكارثه هي خذات الولد يعني حكمات يعني على الاب يبقى يعني بلا ما يشوف الابن ديالو. اذا متابعي الكرام كنتمنى يعني هذه القصه يعني تكون يعني عبرائيه يعني وحده كيبغي واحد او لواحد كيبغي شي وحده اللي يعني ولو المشاكل ولو هذه ديروا على قبل هذاك الوليد الصغير على قبل الوليدات، لان هذاك الولد شنو الذنب ديالو. اذا متابعي الكرام ما بقى نقول لكم دمتم في رعايه الله، كنا معكم من مدينه تماره.